نسيم، انا برايي انه واحد يكون كثير مرتاح وضعه يفشل وبصير حلو الثقه بالنفس. هلا انتبه، بعد عندك حضورك بحبه انا، ما بتعمل جريماس بوجهك، بتحس الغنية بدون ما تتبشع، انما ايهاب وعباس بيتبشعوا. يعني كنا عم نحكي قبل شوي عن حركه الايد يا محمد، عملتها كثير صح. بس مش اساسي، مش هذا اللي بدي احكي عنه. انا حكينا عنه، بدي احكي بس عن قصه بدي احكي بلش بايهاب. اول شيء ايهاب غنيت كثير حلو، حتى انت في جود بيرفورمنس جريماس. انا عارف عارف انه زمط منك كم شغله بالاخر ما كانوا مزبوطين، بس عندك مشكله بتنام انت عم تغني يا اخي. بتنام انت عم تغني يعني تخفى بس ما عندك حق، بتروح باكستا يعني بتفوت بغير عالم بغير دايمنشن. حلو واحد يعيش هالقد غني. انا عارف ليه، لكل شيء بالحياه وتكون في ديو او تريو او حيلا اثنين عم ثلاثه عم يغنوا مع بعضهم على مسرح، روح التحدي تجي تخلق هيك فجاه تمثيل بدك تطحب شو ناسيين. بس بنيم العين دي انا لاحظتها. لا بتتبشع بشع. يو دونت هاف تو، منك مجبور هالقد تحس يا اخي. راح اشتغل عليه ضروري. كثير بشع كثير يعني الجريماس بصير كثير متاخذ بالشكل وننسى المغنى. هي العين، ما هي العين والدين موصولين ببعض مثل الشم والطعم يعني. تستطعم اذا ما شميت ما فيك تستطعم، طبيعي. العين والدين ذات الشيء. اللي عم اقوله المنافسه الشريفه منيحه، انت مبين انه انت جايبك تربح، واضح ليك. انا عم راقبك من اول، جاي براسك عم تقول انا بدي اخذ الاكاديمي السنه، which is very good. هذه منافسة شريفة، أخته لشريف. فهي المنافسة الشريفة اللي عم نحكي فيها حلوة تكون بدون ما يجي علينا تسونامي عرب. يا أخي في عرب إجى علينا تسونامي بهالغنية، تسونامي طلع علينا أنت وإيهاب بوب 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 بوب. مين بيعرب أكثر؟ نسيم ما وقع بالغلطة تبعكم. نسيم كان جدا محافظ والعربي كان يحطها محلها أوكي برا، عم بيغني كل وقت برا وكل شيء، بس انه عم بيعرب، انه مش عم بيعرب، سوري، مش عم بيعرب وقت ما لازم يعرب. انتوا عم بتعربوا وقت ما لازم تعربوا. عباس بده يفرجيك انه انا بغني احلى منك، وانت بدك تفرجي انه انا بطرب اكثر منك. حلو، بس كانوا فلتانيين ضايعين مش باطار الغنيه، مش هالقد. وكمان محمد عباس عندك مشكله بتزوغ يعني. قبل ما تجي العربه بتحس انه جاي العربه انت وايهاب، من عيونكم كيف تغشوا كثير. مثل واحد انشل فات ب مثل واحد يعني حط عليك سفل او شيء رحت فت ب لا 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 كثير موضوع يعني ضروري نشتغل عليه، مش حلو. بس كان مغنيك حلو عباس، ما بكذب عليك، كان حلو كثير المغنى. احساسك حلو، بس كميه العرب رجعوا انتبهوا لها بليز. مش اذا عربنا يعني بنغني. ممكن اول حاجه بليز قلت لك يا ديك جمعه. طب اول حاجه ينفع؟ تفضل. هما يعني انا ما فيش الا عربتين في الاغنيه بس. بس عربتين في الاغنيه والله. الباقي كله نفس اللي احنا سمعناه في السي دي، نفس اللي نفذناه بالظبط. اوكي انا كنت عم بتزيد، ما تزيد، ما هي اراد اصلا، هي مطر يعني هي طربيه الاغنيه.